أسألك دكتور سلطان، يعني أنا اللي يشوف بداية المباراة ويشوف سيطرة الطائي يقول نعم. ما تنتهي المباراة 4-0. نعم ليه؟ صحيح الطائي خسر بالأربعة، ولكن يحسب لفريق الطائي جرأة مدربه لأنه قرأ فريق الشباب. أول مباراة جرأته جابت له 4. لا بس على مستوى الأداء شوط أول كان بصراحة مباراة كانت بالكامل لفريق الطائي، هدف عكسي من مهارة فردية للاعب، ولكن كخطورة كان الطائي أكثر خطورة. أخطاء تضرر فيها الطائي، أخطاء بضربات جزاء، وحتى بعد الثلاثة شفنا الخطأ الأخير اللي هو الهدف الأخير، مهارة كذلك لاعب، ولكن يحسب لفريق الطائي أنه يعلم قوة الشباب في وسطه. شاف مباراتين للشباب كان استحواذ فيها عالي، كان أكثر الفرق في دورينا في صناعة الفرص، فبالتالي هو حب أنه يعطل هذا البناء، يعطل هذه الخطوط، يعطل فكرة التدرج من وسط الميدان بضغط عالي. أعتقد هذه الطريقة اللي انتهجها، لو نشوف أكثر من لقطة كان فيها ضغط عالي كبير من فريق الطائي من مدربه بوجود لاعبين في وسط الميدان، نتكلم عن سميد والإضافة كبيرة لوسط الميدان مع دينير، بالإضافة إلى مفاتيح اللعب موسونا أو حتى سعيود أو حتى محمد حرزان اللي بخروج بالإصابة تضرر فريق الطائي هجوميا. ولكن يحسب لفريق الشباب إنه في أول مباراة يستقبل فيها اللعب يكون بهذه الصلابة، يكون بالتحول الدفاعي الكامل أول لأطراف الهجومية ولخط هجومه، بالإضافة إلى ارتكاز قلبي دفاعه اللي بصراحة اليوم اختبر اختبار كبير وكان في الموعد، بالإضافة إلى قيمة الحارس اللي بصراحة ظهرت بشكل كبير في تمركزه في قراءته وحتى في عملية بناء اللعب، وكان حل كبير لخط هذا الدفاع. يحسب كذلك النقطة المهمة لصناعة الفارق، أعتقد الحلول الفردية اللي امتلكها فريق الشباب، واللي لما يكون فريقك تحت الضغط بالتنظيم العالي باحترام المنافس بالترابط اللي تصنعه في خطوطك على مستوى الدفاع على الرغم من أخطاء التمرير، إلى أنك امتلكت لاعب مثل جوانكا من أنصاف الفرص سجلك الهدف وأعطاك الأفضلية. النقطة الأخيرة بتكلم فيها على فريق هجوم فريق الشباب، من يمتلك هذه الحلول تأكد متى ما أمن دفاعه هذه الحلول حتصنع له الفارق، وهذا ما حصل. مباراة كانت بالكامل لفريق الطائي، ولكن لامتلاكه حلول هجومية على الرغم من أنها أقل مباراة أداء وخاصة في وسط الميدان اللي كانت فيها أخطاء كبيرة من حسين القحطاني، كانت فيها أخطاء كبيرة حتى من أطراف وتكلم عن الصقورة وحتى متعب، ولكن خط هجوم وصنع له الفارق بامتلاكه الحلول الفردية، بامتلاكه يعني استثمار أقل الفرص، وهذه منها اللي توضح لها قيمة هذا الفريق اللي ثالث لقاء على التوالي يخرج بشباك نظيفة بدون أي خطورة، فقط تسديد اليوم وحيدة على مرمى على الرغم من خطورة فريق الطائي الشوط الأول، ولكن الغزارة الهجومية اللي يمتلكها 11 هدف توضح لك قيمة هذا الفريق وقيمة ما يمتلك هذا الفريق من فعالية هجومية، هي من صنعت هذا التفوق وهي من صنعت له حتى هذه المتعة اللي يمتلكها الفريق، بالإضافة إلى أرجع النقطة المهمة الدكة اللي تصنع الفارق في كل مباراة لفريق الشباب.